بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما وأبدا نطلب العون والتوفيق والسدادة والنجاح. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، فإنك أنت غادر على كل شيء قدير. أسعد الله صباحكم هذا بكل خير من أرضية هذا الميدان، ميدان سيف العرب، في صباحية يوم الخميس الموافق 28 من شهر 10 لعام 2021، ضمن انطلاقات التمهيد الخاص لسن الحقايق في هذا الصباح من مسافة 3 كيلومترات. ترحيبنا بكل الحضور، ترحيبنا بكل الأسماء القوية المشرفة بالحضور في أرضية هذا الميدان، في أرضية لمكتوم الكرام، في دانة الدنيا دبي. نبدأ مع أول الانطلاقات، أول التحديات الصباحية، ومع المقدمة مباشرة مع المركز الأول هنا في الصدارة تشويش محمد بن سيف المقعودي الفلاسي، بينما القادمة الآن إلى المركز الثاني تقدمت في هذه اللحظة هذه مرموقة سعيد بن عبيد بن شميل الخاطري، بينما ننتقل إلى المركز الثالث لأجد القادمة هذه نجود محمد بن سيف بن فالح الشامسي، ورابعا إلى المركز الرابع من تقدمت الآن ووصلت في هذه اللحظات هذه هي الدجلة ناصر بن عبد الله بن ناصر الهاشمي، وفي المركز الرابع، المركز الرابع هنا القادمة في هذه اللحظات هذه مهمة ناصر بن حمد بن ناصر بالمر العامري. المركز الخامس هذه الظبي، الظبي تقدمت لتتسلل من مركز إلى مركز آخر، يتقدم علي بن حميد بن بدر العليلي هنا في متابعتها، بينما في المركز السادس القادمة الآن أوصلت هنا روعة حامد بن محمد بن سالمين العامري تسلمت المركز السادس، بينما في المركز السابع الآن أتابع القادمة في هذه اللحظات من القادمة هناك أيضا حسب لعلي بن راشد بن مبارك المنصوري، بينما دخول من سمحة، سمحة قادمة العبيد بن سعيد بن محمد المهيري في المركز الثامن. المركز التاسع تقدمت الآن وصلت بشرى علي بن خاطر بن هاشل الشامسي والتماس، على المركز العاشر عبد الله بن محمد المهيري 1200 يا مشاهدين، 1200 المتبقية عن خط النهاية عن الفوز وعن الانتصار بالشوط الأول الرئيسي اللي يجمع هذه النخبة من الأبكار الأصايل. الله 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 الله، ولكن تشويش، تشويش على الصدارة، راقبوا القادمة من السياج الخارجي هذه كيف سعيد بن عبد الله بن ضاعن الغفلي هالي ميدان الشعب قادمين، والآن شوف اللي تحركت شواهين عبد الله بن حمد بن سعيد الهاشمي تقدمت الآن هذه شواهين، وهناك أيضا تشويش لمحمد بن سيف المقعودي الفلاسي، ولكن ثلاثية، ثلاثية رائعة، ثلاثية رائعة ياهي من معركة بن ضاعن، بن ضاعن راح مع كيف، كيف اللي كيفت، اللي كيفت بالشوط الأول الرئيسي. ركز ركز يا بن ضاعن يا صديقنا، راح إلى هالشيء ميدان اللبسة، ميدان اللبسة، سلام يا اللبسة، سلام سلام يا إمارة أم القوين مكملها، سلام لهالي الفلي، فلي المعلة، سلام 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 على انطلاقة كيف، هذه كيف الآن، كيف بن ضاعن، كيف مع هذه النوعية، مع هذه الجوهرة الصباحية، سلام وتحية واحترام إلى ميدان الشعب، إلى ميدان اللبسة، على فوز كيف، وهذه كيف تنفرد عن بقية الأسماء، وتستطيع لبن ضاعن أن تهدي هذا الفوز، توشحها بالشوط الأول الرئيسي في هذا اليوم، هذه كيف، كفت ووفت كيف، قدمت هذا العرض الممتاز، تهانينا يا بن ضاعن، وهدي أعصابك خلاص، سلام يا اللبسة، سلام على فوز كيف، بينما في المركز الثاني من وصلت مشاهدين الأعزاء اللي هي الآن عزايم لعبد الله بن مطر بن حاضر الكبير المركز الثالث،
المركز الثالث خيال لعلي بن محمد بن سعيد الخاطري. هكذا هي النتيجة للثلاث المراكز الأولى، ولكن ما شاء الله وتبارك الله على كيف وانطلاقتي كيف 4:33 هو التوقيت الذي تسجل تحت أقدام كيف أهدت الفوز والانتصار لسعيد بن عبد الله بن ضاعن الغضلي هذا الفوز وهدته لميدان الشعب هذا الانتصار. تهانينا وناموس على هذا الفوز.